بيقصدوا شباب من كل المناطق بهدف الترويح عن النفس، بيمتاز بهواء العليل والهدوء الكبير بسبب ارتفاعه العالي رغم مخاطر القصف اللي بتتعرض إلى هاي المنطقة. نحن اليوم بجبل الأربعين. تابعونا بهاي الجولة لنشوف آراء الشباب اللي اجت عم تتجه على هاي المنطقة، ليش اجت وشو سبب اللي اجت فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة كيفك؟ الله حياك الله. وين احنا اليوم؟ نحن بمدينة أريحة عروس شمال جبل الأربعين. شو اللي يخليكم تجوا على هيك أماكن؟ يعني جبل الأربعين منطقة كتير راقية ومنخفف عن نفسنا شوي وفيها هوايات حلوة كتير. والله شوفت عينك، يعني جو هادي وبرودات مثل ما بيقولوا مثل عنا خيو، وشافت عينك يعني ضغوطات علينا عم بتصير كتير رغم القصف ورغم الكذا، يعني بنطلع منخفف عن حالنا شوي هوني. كيفك؟ خيو بدي اسألك سؤال مختلف، الحساب اليوم على حساب مين؟ الحساب على مين؟ حساب ابو محمد. اشي ابو محمد؟ ايه ابشر لعيون الشباب، تفضلوا. بيتطلب جبل الأربعين ليصير منطقة، يعني يصير منطقة سياحية أكثر من هيك؟ بده يكون في أمان يعني أكثر من هيك، يكون أوضاع هادي، يكون ما في قصف ما في ضرب، يكون عرفت شلون هيك بده يكون الوضع. طيب اليوم جبل الأربعين يعد قسم من جبل الزاوية، جبل الزاوية لحد الآن عم يتعرض للقصف، ما بتخافوا إنه ممكن هاي المنطقة تعرض للقصف؟ خاف بس بعد تسليمي لله شو بدنا نسوي. السلام عليكم، شلونك؟ أنت من وين؟ لا. وقف شوي، بنتي من وين؟ عين شيب. عين شيب؟ ليش جاي اليوم لهون؟ جاي نلعب. ليش جاي؟ جاي نلعب. طيب كيفك؟ الحمد لله. ليش جاي اليوم لهون؟ عشان نلعب. ليش؟ نلعب. كل شقد تطلع جبل الأربعين؟ كل شقد. كل جمعة. كل جمعة. طيب أشو الحلو بجبل الأربعين؟ ألعاب والكافيتريات هيك. أنا يعني كتير إنه حلو الجو هيك مشان نلعب وننبسط. انا بدي اقعد جنبك. تفضل. كيفك حجي؟ يا اهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ والله من اريحه من هون. احكي لنا عن جبل الأربعين. جبل الأربعين ما في منه مشهور على مستوى سوريا كلها، يعني كانوا من السعوديه يجوا على جبل الأربعين، من لبنان، من حلب، من دول الخليج كلهم يجوا على جبل الأربعين. وقبل الاحداث جبل الأربعين هلا لو في امان مثل ما تفضلت وقلت، هذا جبل الأربعين يمكن بتلاقيه غير شكل، ما بيفضى لا ليل ولا نهار. قلت لك انه من لبنان ومن السعوديه ومن دول الخليج من الشام كلياتهم يجوا لوين؟ على جبل الأربعين. ياخذوا بيوت يصيفوا، يتموا يجوا من اول الصيف يتموا لاخر الصيف، انه ساكنين بالجبل هون. يعني اذا واحد مرضان بالله تيجي على جبل الأربعين مشان يغير جو، بعدين انه الهوايات مثل ما لك اخ ابو صبري ما في منه يمكن في سوريا كلياته. انه في 40 رجل صالح نعبره في الجبل صار يقولوا جبل الأربعين، وجبل الأربعين بالنسبه للهواء اللي موجود فيه. انا مره سمعت مسابقه باذاعه موتو كارلو حبي يقولوا على انقى هواء بمحافظه ادلب، ما حجروها. بعدين قال له المذيع، قال له انقى هواء في جبل الأربعين، بيلتقى فيه ثلاث تيارات هواء، تيار بحري، تيار سهلي، وتيار جبلي، خاليات من الرطوبه. هاي القاعده هيك انتم والله جماعتنا ايه الحمد لله، بنعمنا واخونا ما في حدا غير جماعتنا، بنحب نطلع كل يوم لهون وبنبرك لنا شوي ونغير جو، ما عندنا شيء عن جمال، بنجي على ديورنا والحمد لله رب العالمين. قبل ما يهدوا النظام كان في فنادق، كان في مطاعم وكتير، كان كتير كتير جسمه. وهلا ان شاء الله بده يعمر جبل الأربعين، اذا ردت تطلع لفوق كله مهدم، هدوا النظام كله، كان احلى بناء واحلى تصاميم بجبل الأربعين. امان لانه نحن لسه بجو حرب، يعني ما انه في مبين وضعنا، ما مبين وضعنا شوي. هلا ما يضل حرب، خلال سنه بيرجع تعمروا العالم وترجعوا. موضوع القصف على المنطقة أثر كثير على العمل، فنترقب الله عز وجل من علينا باستقرار المنطقة، فهذا الحكي راح يكون من أولويات المنطقة، يعني أنه ترجع تزير السياحة بشكل ممتاز. يعني
هذه هي الأجواء التي يعيشها هنا رواد وزوار جبل الأربعين الذي عرفنا أنه يمتاز بهوائه العليل وهوائه الرطب والجميل. معاذ العباس لشبكة بلدي من جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.